نناقش اليوم هذا الموضوع بمحاوره مع الأستاذ هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ هاني. يعني أولا كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. كيف ترى كل هذه المبادرات مجتمعة وكل هذه الجهود الحكومية المستمرة لمراقبة الأسواق ومتابعة السلع؟ الحقيقة أن المبادرات دي يعني الحقيقة مش جديدة، يعني يمكن الحكومة قامت بها في عدة مناسبات سابقة، إنما بتبرز أهمية هذه المبادرات هذه المرة مع ارتفاع معدلات التضخم محليا وعالميا، وهذا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع. يعني على سبيل المثال، يعني في شهر فبراير الماضي ارتفع معدل التضخم بنسبة 8.8%، وده كان معدل تضخم عالي، وكان نسبة ارتفاع المواد الغذائية في سلة التضخم بتتجاوز في حدود 17%، وده بيعتبر يعني رقم عالي على اعتبار ان انفاق الأسرة المصرية على مكون السلع الغذائية الأغذية والمشروبات جزء هام. فالحقيقة الحكومة قامت كما ذكرت حضرتك بمبادرات، منها المعارض، وفي يعني معرض افتتحه السيد رئيس الوزراء يوم أهلا رمضان يوم الخميس الماضي، وده يمكن من المعارض اللي اعتقد اللي يمكن هتستمر حتى الى بعد رمضان، وشاركت فيه او بتشارك فيه الشركات المنتجه للسلع الغذائيه، وبتقدم وهيتم تقديم تخفيضات في السلع الغذائيه تتراوح ما بين 25% إلى 30%، وهيكون متوفر هذه السلع في عده منافذ متنقله ومنافذ ثابته على في جميع المحافظات. نعم. في الوقت الحالي يعني الحكومة، وطبعا ما فيش تسعيرة جبرية يعني لدينا، إنما الحكومة بتقدر إنها تعمل التوازن في الأسعار عن طريق زيادة المعروض من السلع، فيحدث هنا توازن، يعني توازن في الأسعار، في الأسعار، ويعني يقدر المواطن يحصل على احتياجاته من المواد الغذائية بأسعار معقولة. نعم. لكن هنا بعض المواطنين يعني يسألون، نعم شكرا للدولة والحكومة على توفير هذه المنافذ، لكن أين يعني سلطة الحكومة على المحلات أو المنافذ الخاصة؟ يعني هل هذه بعيدة عن السيطرة؟ لأن بعض المحلات طبعا حضرتك كما تتابع رفعت أسعارها. يعني الحكومة عليها دور كبير في انها تضبط الاسواق، انما يعني هناك يعني ما هو مجرم قانونا هو الاحتكار واخفاء السلع وليس رفع الاسعار، لان يعني لا توجد تسعيره. ف يعني يمكن وزاره الداخليه يعني بتقوم بحملات مكثفه في جميع المحافظات لضبط المخازن اللي هي بيبقى مخزن فيها كنوع من الاحتكار، يعني كنوع من اخفاء السلع ثم اعادة بيعها، طرحها باسعار مبالغ فيها. أي. ايضا في عدة قضايا تم يعني وزارة التموين، ويعني سمعنا في حملاتها في قضايا عدة قضايا تموينية بيصدر بها بيان اسبوعي عن عدد القضايا اللي هي تم تحريكها ضد التجار اللي هم بيمارسوا ممارسات غير يعني غير سويه في السوق بهدف تحقيق ارباح. طبعا الحكومه مش او الجهاز الحكومي المنوط به هذه الحملات يعني مهما كانت قوته مش هيقدر يعني يغطي كافة الأسواق، لأن عندنا أسواق منتظمة وأسواق عشوائية، وعندنا نعم. أسواق في قرى وفي نبوع، إنما يكون هنا طبعا في دور للمجتمع المدني ودور للمواطن إن هو يبلغ عن لو شاهد أي نوع من المخالفات، أو تاجر إن هو بيحاول يستغل أو يبالغ في الأسعار أو بيخفي سلعة، إن هو يبلغ على طول، والجهة المعنية بتقوم بالتحرك في الوقت الملائم. نعم. لضبط مثل هذه الممارسات. نعم. طيب من الناحية الاقتصادية، هناك من يسأل يعني لماذا في ظل هذه الظروف التي نعيشها جميعا وكل هذه التحديات الاقتصادية،
لماذا لا تعود مسألة التسعيرة مرة أخرى ولو مؤقتا حتى ولو لشهور؟ من الناحية الاقتصادية هل هذا يعني يعيب النظام الاقتصادي الساري حاليا؟ أعتقد أنه يعيب، لأن لا توجد، أعتقد لا توجد دولة في العالم إلا الدول الاشتراكية، إلا الدول الاشتراكية التي يمكن أن تفرض مثل هذه القيود على التجارة. التجارة حرة. نعم. ودور الدولة إنها دور الرقيب والمنظم إنها تتأكد أن لديها القدرة على توفير إنتاج واستيراد المواد الغذائية وتخزينها وتوزيعها بصورة عادلة على الأفراد. نعم. لكن هل هذا يعني اسمح لي عفوا طبعا المقاطعة، هل هذا يعني المناخ الاقتصادي أو التجاري المفتوح هل هو مناسب للظروف الحالية ولطبيعة المواطن المصري ومستوى دخله المالي؟ أعتقد يعني ليست هناك إجابة واحدة. أسلوب المنافسة في الأسعار هل هو أسلوب عادل يريح المواطن؟ الحل هو أن الدولة تقوم بتسهيل أو توفير المواد الغذائية، سواء أنها تستورد من خلالها أو تنشئ شركات خاصة لاستيراد هذه المواد وشركات لتوزيعها، فالعملية منافسة حتى يعني لو وبالفعل اضطرت في السبع ثمان سنوات الماضية شفنا الشركات التابعة للقوات المسلحة تدخلت في أزمات مثل أزمة لبن الأطفال. نعم. كانت أزمة شهيرة وفرت حتى لا يعني حتى تكسر حدة الاحتكار و هو أنا أسأل على الجزئية السابقة وهي مسألة التسعيرة. لماذا لا تطبق ولو مؤقتا لكبح جماح الأسعار والسيطرة عليها حتى ولو لفترة مؤقتة؟ لا يوجد في النظام العالمي الحر في التجارة في الاقتصادات التي يعني حول العالم ما يسمى تسعيرة. نعم. حتى وإن كان هذا النظام الحر غير مناسب لمستوى دخول المواطنين، يعني أعتقد أنها يعني هيكون غير مرحب بها، يعني ينظر إليها حتى من يعني رجال الأعمال والمستثمرين إن هم يعني الدولة ممكن تكون تحط قيود وإن التسعيرة دي قد تكون غير عادلة لأن في مصاريف غير منظورة قد تكون. لكن المتضرر الأكبر منها هم الشريحة الكبرى من المواطنين وليس المستثمرين. الدولة عليها في هذه الحالة إنها تسيطر وتراقب تتدخل إنها يعني تدخل بزيادة المعروض في من السلع فهتهبط الأسعار، في نفس الوقت يكون رقيب قوي بيد قوية بمعنى ما عدم السماح أو التهاون في مع أي تاجر إن هو يخزن سلع وما يبيعهاش. أنت عندك سلعة يبقى لازم تطلع السلعة دي في معرض في للعرض على المستهلك. نعم. وعندنا جهاز حماية المستهلك يعني له شروط معينة. نعم. في عرض السلع وانها تكون مكتوب عليها تاريخ صلاحية والمنتج واشياء كثيرة يعني. نعم. بتحمي في الاخر المواطن. طيب نتحول بالموضوع من زاوية اخرى، يعني تقييم حضرتك من الناحية الاقتصادية لجهود الدولة لمنع ارتفاع الاسعار في الفترة القادمة؟ الدولة بتحاول طبعا انها يعني بيكون عندها مخزون استراتيجي يكفي عدة شهور من السلع الرئيسية للمواطن المصري، ويمكن على رأسها القمح ما شاهدناه اخيرا من أزمة عالمية في القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. احنا بنستورد 84% من احتياجاتنا من الدولتين روسيا وأوكرانيا، فالدولة اعتقد انها نوعت في سبيلها انها تنوع مصادر الاستيراد في بفتح مناقشات مع 14 دولة اخرى منتجة للقمح، انها بتزود المساحة المزروعة للقمح، وده شاهدناه لاول مرة ان حصاد القمح المحلي هيتم في شهر ابريل، وده هيوفر برضو جزء يساند الى جانب المخزون الاستراتيجي، بنوصل الى يمكن انتاج محلي زائد استيراد الى 8 أو 9 أشهر. فالدولة عندها يعني خطط واستراتيجيات لتأمين او للأمن الغذائي، منهم على سبيل المثال المشروع القومي للصوامع
المشروع القومي للصوامع ده أعتقد بيهدف إلى طاقة تخزينية 1.5 مليون طن في 17 محافظة، وده هيكون له أثر إن هو يوفر الهادر أو الخسارة في المواد المخزنة بنسبة 15% على الأقل، وإن هو هيعطي طاقة هيزيد من الطاقة التخزينية لهذه السلع لعدة شهور. فالدولة يعني بتقوم ب يعني تحقيق أو تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي اللي بتعتمد على قدرة الدولة على عمل التوازن بين الموارد، مواردها من السلع الغذائية من جانب، ومن الجانب الآخر أن تكون قادرة على إنتاج السلع أو استيرادها وتخزينها وتوزيعها بعدالة للمواطنين. طيب يعني نتحول إلى جزئية أخرى، وهي مسألة الارتفاع التلقائي لسعر الدولار أمام الجنيه. يعني هنا كيف يمكن تحقيق التوازن في مسألة انخفاض قيمة العملة من جانب، ومن جانب آخر ارتفاع الأسعار؟ يعني كيف يمكن السيطرة على هذه المعادلة؟ هو لم يرتفع تلقائيا. هو ارتفع تلقائيا طبعا بسبب الظروف الأخيرة يعني. هو البنك المركزي سمح للدولار للبنوك أنها يعني تتعامل بالعملات الأجنبية في حدود هامش أعلى مرونة، فانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة يعني وصلت يمكن لغاية 16%، وده الحقيقة له أهداف. الدول يعني اللي بيحدد سعر العملة إيه؟ اللي هو قوى العرض والطلب. اليورو انخفض أمام الدولار، قاعد ينخفض قدام الدولار، فاحنا هل هننتظر ان احنا يعني نثبت سعر الجنيه امام الدولار؟ فهو قوة العرض والطلب والمتغيرات العالميه. طبعا مساله انخفاض العمله ده زي ما لها اثار سلبيه، واحنا عارفينها اكيد، يعني ان احنا شعورنا بارتفاع او هنشعر لسه يعني يمكن باكثر بارتفاع كافة السلع المستوردة من الخارج. إنما يعني أذكر هنا إن إحنا بنستورد بما يقارب 70 مليار دولار سنويا، وده بيسبب عجز كبير في الميزان التجاري. السلع كتير من اللي هي موجودة بنستوردها من 70 مليار دول السوق مش محتاجها. سلع ممكن على سلع التفاهة، ده ما بتكلمش عن المواد الغذائية. ممكن تخفيض كميات استيرادها يعني؟ في أشياء مش مطلوبة على الإطلاق. في أشياء على سبيل لعب الأطفال، أطعمة الحيوانات الأليفة، مئات الأصناف من السلع الرديئة. طيب لماذا لا يصدر قرار بمنع استيرادها؟ لا يمكن أن تمنع استيراد في ظل اتفاقات التجارة الحرة، ولكن تضع الضوابط الداخلية التي تجعل المنتج أو السلعة المستوردة غالية فيقل الطلب عليها فتقل الاستيراد. إنما يعني احنا مصر موقعة على اتفاقات تمنعها انها يعني تمنع الاستيراد. نفس الشيء برضو يعني المجتمع ككل برضو يعني لابد ان هو يعني يغير ثقافته الاستهلاكية. بمعنى ان في منتج محلي ومنتج مستورد، انا ليه اروح للمنتج المستورد اذا كان عندي المنتج المحلي؟ قد ليكون في فترة يعني ليس بنفس الدرجة من الجودة، انما قد يعني قد يكون هناك فرق كبير في الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد. أيضا ثقافة أن كل شيء لازم أجيبه مستورد ده يعني الحقيقة يجب أنها تتغير. يعني وأنا يعني يمكن شايف أن الثقافة دي لازم أن احنا يعني كنا نبدأها من عدة سنوات، وإلا هنهدر ثروة كبيرة جدا من أو مخزون كبير جدا من الاحتياط النقدي الأجنبي اللي هو بنبنيه بصعوبة. وممكن نستنفذه بسهولة.
في نعم. استيراد اشياء يعني لا نفع منها. افهم من كلام حضرتك انها يعني دعوه من حضرتك يعني لزياده التوسع في الانتاج المحلي لمختلف انواع السلع. اكيد انا يعني دي دعوه ان احنا نعتمد على المنتج المحلي اذا كان يعني متوفر بمواصفات مقبوله. انا مش هعطي المنتج المحلي حمايه وهو لا يصلح، انما لابد ان تكون هذا المنتج متوفر وبالجوده المعقوله والمواصفات المقبوله. نعم. طيب يعني كما تعلم حضرتك ان لدينا عده مبادرات، يعني اهلا رمضان وحياه كريمه وكلنا واحد ووصل الخير وغيرها وغيرها. الى اي مدى ترى حضرتك ان هذه المبادرات يعني يمكن ان تحقق طموحات المواطنين بتوفير سلع جيده وباسعار في متناولهم؟ يعني هي بالفعل يعني انا شاهدت عده تقارير ويمكن كان لي يعني تناقشت مع يعني مع فئات مختلفه من المواطنين، هناك احساس بالرضاء وقبول بهذه المبادرات انها بتوفر السلع الغذائيه الضروريه باسعار جيده جدا. طبعا يعني هذه يعني المبادرات ستستمر فتره الى فتره ما بعد رمضان الى حين ان تستقر الاوضاع في الاسواق وتتوازن الاسعار. نعم. وبالنسبه للمرحله القادمه، ما هي توقعات حضرتك من الناحيه الاقتصاديه لمساله سعر العمله والاتجاهات القادمه؟ هناك متغيرات عالمية ومحلية تجعل من الصعب جدا التنبؤ بماذا سيحصل في المستقبل بالنسبة لسعر الصرف. مصر أخذت يعني يمكن خطوة جريئة بتخفيض الجنيه مقابل الدولار، وده من شأنه ان هو هيبطئ قليلا من تدفق الاموال في المحافظ الاجنبيه في اذون الخزانه، اذون وسندات الخزانه للخارج، هيجعل الاستيراد من الخارج اكثر كلفه، فده هيقلل برضه الاستيراد، وكل ده بيخفف الضغوط على الجنيه المصري. الجهود الدولة جهود البنك المركزي اللي عملها في ان هو عمل شهادة بالاتفاق مع بنكين حكوميين، شهادة ذات عائد متميز ب 18% لمدة سنة، دي ايضا هتؤثر في انها عدد كبير من حائزي العملة هيتنازلوا عن الدولار هياخدوا هذه الحصيلة ويشتروا بيها شهادات ذات عائد المتميز، لأن الدولار تقريبا الفايدة بتاعته تقترب من 0.5% ولا 1%، حاجة بسيطة جدا، إنما هياخد عائد مميز 18%، فده أيضا هيخفف في سعر الدولار، سعر صرف الدولار. يعني متغيرات عالمية أخرى في الخارج، إن الفيدرالي الأمريكي عنده خطط إن هو يرفع الفايدة 6 مرات في السنة، فنحن هننتظر هنشوف الفيدرالي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتتابع عن كثب قرارات البنوك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لأن الفيدرالي الأمريكي لما هيرفع الفايدة على الدولار وكل ده هيأثر برضو عندنا داخليا. ففي متغيرات كثيرة، منها أسعار النفط اللي هي بترتفع إلى مستويات عالية جدا، في التطورات الحرب الأوكرانية الروسية أيضا مؤثرة، كلها عوامل مؤثرة، ودي البنك المركزي بيتابعها عن كثب. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا.